جلسه او تبدا بتقديم اوراق ثم حضور المتهم في المحكمه ثم ينتهي المطاف باصدار حكم. فطالما ان القضيه كان اصبحت داخل المحاكم واصبح هو داخل الاسوار واصبح هناك قاضي وهناك يبقى لابد ان سينطق هذا القاضي في يوم من الايام بالحكم. الخلاف في هل سيكون عاجلا ام سيكون اجلا، هل سيتم التاجيل اكثر من مره ام ان الحكم ربما يكون سريعا. احنا بنناشد العداله، يعني بغض النظر عن ان يكون في سرعه او يكون في تاجيل، احنا مع السرعه طبعا، لكن السرعه المنجزه العادله، لان احنا في النهايه عاوزين الحكم العادل للقضاء المصري. فاحنا منتظرين من الان اللحظه اللي هنسمع فيها الحكم على هؤلاء. وانا قلت اكثر من مره ان اللي هيثبت انه بريء بالادله القطعيه ونقتنع بهذه البراءه من كل اللي هم خلف السجون اسوار الان في السجون احنا هنعظمهم، لكن المتهم اللي هيثبت عليه الجريمه نطالب بالقصاص العادل ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا.